أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحانك ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. سبحانك ربي أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. إلهي كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي ننقله لكم من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد الرحمن بقرية الصفا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها الأحباب، نبدأ معا هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاسم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا عليم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد
لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وذكرين
جزيناهن جزين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه جزين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الرحمن بقرية الصفا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. معا أيها الأحباب نعيش مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين من أتباع سيد المرسلين النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. وهو الذي قال فيما يرويه الإمام أحمد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين
وسيد النبيين بل وسيد العالمين، هو مفتاح الخير كله ومغلاق الشر كله، هو الذي ارتضاه ربه أن يكون أسوة حسنة لنا وللناس أجمعين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم على الرحمة المهداة، كما وصف نفسه قال: إنما أنا رحمة مهداة. النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم مؤيد من ربه، يرى ذلك المسلم وغير المسلم، يرى ذلك كل أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أيده ربه من غير حول منه ولا قوة، ومن غير حول منا ولا قوة. فلم يكن بيد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا بيد أحد من أمته ما كان في شأنه الكريم إلى يومنا هذا، فهو الصادق المصدوق المصدق من عند ربه حتى بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أبناءه من الذكور والإناث يموتون أمامه، فيموت الأولاد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من الذكور صغارا، وآخرهم سيدنا إبراهيم ابن ماريا عليها السلام، وتموت زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم في حياته. ومرة وهو في مرض الموت أتته السيدة فاطمة عليها السلام، كما يقول الإمام البخاري عليها السلام، فأصر لها بحديث فبكت، ثم أصر لها بحديث فضحكت. وراودتها عائشة رضي الله تعالى عنها: ما الذي قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت؟ ثم ما الذي قاله لك فضحكت؟ فقالت: ما كنت أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتقل الحبيب المصطفى أعادت السؤال، أعادت عائشة السؤال على فاطمة عليها السلام، قالت: قال لي إن هذا آخر عهد لي بالدنيا، لا أقوم من هذا المرض، يلتحق بالرفيق الأعلى، وهذا آخر كلام إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ثم فاضت روحه الشريفة الطاهرة المجتبى عند ربها، وبقي حيا في قبره بإذن الله كالشهداء، وهو أعلى وأبر. الأنبياء أحياء في قبورهم، أخرجه البيهقي: إذا سلم علي أحد من أمتي رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. والناس تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ملايين البشر على مدار الساعة في كل الأيام تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه حي دائم من حياة في قبره، حياة بإذن الله.
لا يعلمها إلا الله كحياة الشهداء. فبكيت، فقال لي: وأنت أسرع أهلي لحاقا بي. فضحكت، أي حياة هذه تساوي شيئا بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي سعادة هذه أن تلحق السيدة الزهراء عليها السلام بأبيها؟ إنها لفرحة كبيرة. وماتت فاطمة عليها السلام بعد شهور 6 من وفاة النبي وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. رأى أبناءه ورأى بناته وهن ينتقلن الواحدة إثر الأخرى، فكيف يقول هذا وهو مشهود له بالعبقرية والذكاء والفطنة والكياسة؟ لو كان هذا الأمر من عند النبي المصطفى ما قاله، لو كان هذا القرآن من تأليفه ما ذكره، لكنه من عند الله، وإنما هو مبلغ عن الله، ولا حول ولا قوة بيده من دون الله، ولذلك بلغ ما أراده الله. تركت فيكم هذا الكتاب وتركت فيكم عطرة أهل بيتي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي يرى الكتب السابقة حرفت وتلوعب بها كل ملعب، فكيف يجرؤ أن يقول هذا وهو الذكي العبقري بشهادة الأعداء والأصدقاء؟ ما كان ليقول هذا، كان يترك الأمر ويسكت. ونرى ما الذي يفعله التاريخ، لكنه ليس له من الأمر شيء، وليس الأمر بيده. ما على الرسول إلا البلاغ، فأخبر عن ربه فصدقه ربه وأياده وحفظ كتابه. حفظ كتابه على مستوى الأداء الصوتي، ليس على مستوى الجملة المفيدة ولا الصورة، ليس على مستوى الكلمة ولا الشكل فقط، بل على مستوى الأداء الصوتي. فعلمنا المشايخ ألا نقول والضحى ونقول والضحى. ما الفرق بين حا وحاء؟ إنه حفظ الله لكتابه. ويجوز أن نقول والضحى ونقول والضحى، ويلقي الله ذلك في قلوب المسلمين ويتقنونه أيما إتقان، ويؤلفون فيه المنظومات الشاطبية والطيبة، يقرأها الإنسان فلا يعرف فيها شيئا، وإذ بالشيخ قد فتح الله عليه فيها. وهذا الشيخ لا حول له ولا قوة إلا أن الله قد فتح عليه. أو كان ذلك بيد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو كان ذلك بيد أحد من أمته؟ أو كان هذا بيد الحافظ لهذه المتون وهذا القرآن؟ والله لا بيد هذا ولا ذاك، إنما هو تصديق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. حفظ الله القرآن، فالمطبوع في إنجلترا هو المطبوع في الهند، هو ذات المصحف في مصر وذاته في تركيا، هو نفسه في جنوب إفريقيا، وهو هو الذي في الباكستان أو أندونيسيا.
يحضر الصغير ولم نرى كتابا قط عبر التاريخ مقدسا كان او غير مقدس ادبيا او نثريا او شعريا يحفظه الاطفال يحفظه الاعاجم لا يعرفون العربية بل يعرفون القرآن. ويقوم احدهم في تراويح رمضان ويتلو بالايات وكأنه من ابناء العرب. فإذا ألقيت عليه سؤالا بالعربية أين الطريق لا يعرف ما الذي تقوله ما هذا. والغريب العجيب أن معاني القرآن قد ترجمت إلى أكثر من 130 لغة فلم يحفظه أحد بأي لغة كان. الإنجليزي يقرأه بالإنجليزية لكنه لا يحفظه بالإنجليزية، وإذا أراد أن يحفظ حفظ العربية. أكثر من 100 مليون شخص يحفظون كتاب الله في الأرض. ما هذا؟ أكان ذلك بيد محمد صلى الله عليه وسلم أم كان هذا بيد أمته أم كان هذا بيد من؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صدقه فحفظ كتابه لا تنتهي عجائبه. كان ذلك الكتاب نبيا مقيما لأن الله قد ختم النبوة لوحدة الأمة. لأنه لو كان هناك نبي بعد النبي لآمن به ناس وكفر ناس تتشتت الأمة، وكلما يأتي نبي كلما تتشتت الأمة ويصبح المؤمنون قلة وأكثر الأمة من الكفار لأنهم لم يصدقوا أنبياء أرسلهم الله كشأن ذلك وسنة الله في خلقه. فختم الله النبوة لوحدة الأمة. من الذي نسأل فأقام لنا نبيا مقيما نسأله لا تنتهي عجائبه لا يخلق من كثرة الرد. له معجزة الرسالة المستديمة يرى ذلك المسلم وغير المسلم. لا يختلف اثنان أن هذا الكتاب واحد وأن ليس عندنا قرآنان أو كتابان. نبي مقيم حافظ المسلمون عليه بإذن ربهم وليس بحولهم وقوتهم، بكل حرف فيه، بكل شكلة فيه، بكل أداء صوتي بإذن الله. فاللهم صل وسلم عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لكم من مسجد الرحمن بقرية الصفا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.